بلسمي داوت روحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وابن ربتة عز إخواني كلنا واحد إيد في إيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حقيقة. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات أردنية. لقاءنا الأول راح يكون على قناة جيوسات. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة طبربور في ضيافة الكابتن المدير العام لؤي حمد لمدرسة برشلونة، مدرسة مختصة متخصصة في كرة القدم. مساء الخير كابتن. مساء النور. بالبداية احنا بنحييك وبنبارك لكم المركز أو الأكاديمية حقيقة، وهي الأولى من نوعها في الأردن والشرق الأوسط. طبعا نتحدث بداية كابتن عن الجانب الشخصي لحضرتك كمدير عام لهذه الأكاديمية، نتحدث عن مكان ولادتك، دراستك، بداية الحياة الرياضية والعائلة الصغيرة، تفضل. أنا حاليا أنا انولدت في عمان اللي في منطقة الجويدة في عام 87 سنة 87. نعم. ودرست للخامس ابتدائي، بس كان عندي طموح أكبر من اني اصل لهدفي في حياتي. كنت من الناس اللي بيحبوا كرة القدم وحاولت، وكنت من الناس اللي بتحب الطموح العالية في كرة القدم، واحب اتبنى المواهب الشغلات اشوف اللي حبيت اني افتح اكاديمية كرة القدم هاي لاجل انه الشغلات اللي ما قدرت اوصلها انا اوصلها للمواهب من اوروبا من جميع انحاء العالم بالوطن العربي وفي الأردن. يعني نعمل نشاطات تكون لمصلحة البلد ولمصلحة المواهب الأردنية اللي مش قادر الأندية توصلها للمكان المناسب. نعم، يعني قبل قليل وفي الإعداد كنا نستعرض هذا الخبر المشهور في صحيفة سبورت الإسبانية اللي بتنشر فيه تقرير صحفي حول مدرسة برشلونة في الأردن واستعداداتها أن هي المشاركة في بطولات نادي برشلونة لكافة الفئات العمرية. نتحدث بداية يعني عن هالأكاديمية، متى تم افتتاحها؟ وهي الأكاديمية الأولى والوحيدة في هذه المملكة الأردنية الهاشمية، ونتحدث عن آلية التدريب وكيفية المشاركة في هذه الأكاديمية. احنا طبعا هسه حاليا يعني هي افتتحت الأكاديمية هاي في 2007 تم افتتاحها استلامها السيد حسن البرايسي اللي هو بكون المدير الإقليمي لنادي برشلونة في الشرق الأوسط. تم افتتاح السيد نضال الحديد مندوب الأمير علي في ملعب اللي هو بكالوريا عمان، وتم العمل عليها طيلة السنين من سنة 2007، وتم استلامي هاي بشهر 2 مدير الأكاديمية مدير عام لها لأكثف نشاطاتها في البلد. نعم، يعني أقوي كنشاطات كبطولات، وهسه إحنا مدعوين للمشاركة ببطولة جوان جامبرد من سن 9 لسن 12 سنة من المواهب الكروية، ومن سن 13 ل18 سنة في بطولة بن خامين حاليا. وحاليا إن شاء الله عنا لقدام شوي إن شاء الله عنا نشاطات راح نستقطب منتخبات أوروبية مثل ألمانيا بولندا هولندا لمشاركة ببطولات داخل الأردن، وإن شاء الله في عنا نشاط رياضي اللي هو اسمه مونديال الأردن راح نشتغل عليه، واللي هو راح يكون يستقطب 32 فريق من البلد من الأكاديميات اللي لها اسم وسمعة في البلد والأكاديميات النشيطة مثل الأكاديميات اللي هي مثل السيد عبدالله القططي فرسان الأردن، مثل أكاديمية الكلاسيكو السيد عمر الكسواني وغيرهم من الأكاديميات النشيطة في الأردن. وإن شاء الله إحنا بنعمل أكاديمية برشلونة للنشاطات المواهب الكروية، وعندنا نشاطات دورات تدريبية مدتها 3 أشهر لكل نشاطات، وبنعطي شهادات معتمدة من نادي برشلونة للاعبين عندنا، ويعني إحنا قد ما نقدر اللي بقدرنا عليه ربنا بنقدمه. يعني بالتأكيد كابتن، احنا حابين نتحدث كابتن عن المدربين في هذه الأكاديمية. المدربين عندنا الكابتن يوسف خاطر مدرب حراس المنتخب الأردني
اللي هو عام 99 مدرب الحرس الملكي. وعنده هسه حاليا مدرب الاس او اس اللي هي قرى الاطفال الناشئين في كاس العالم في بولندا. حاليا في عمان بيسافر على بولندا. حاليا هو راح يكون من الاشراف الفني هو السيد محمد محمود الكابتن محمد محمود. وعندنا مدربين حاليا راح يشتغلوا معنا اللي هو مثل عوض راغب ماجد محمود اشرف شتات وعندنا مثل الكابتن ثائر ابو شعيره وعندنا كمان اللي هو الكابتن عماد الطرايره. هذول مدربين ومنهم جهاز فني ومنهم جهاز تدريبي واحنا بنقوم على جهاز تدريبي فني على اعلى مستوى واستقطاب لاعبين من خارج البلد من الموهوبين ومن داخل البلد مثل اللاعب احمد ضياء من جمهوريه العراق. راح ياتي عندنا في تاريخ 15/5 راح يكون عندنا في البلد ان شاء الله لانه موهبه قديره احنا شفناها وراح يشارك معنا في بطوله جوان جامبرد مع طلابنا اللي هم من الاردن مشاركين بحدود 25 لاعب ل 50 لاعب راح يشاركوا في برشلونه وان شاء الله راح نرفع راس الوطن في البلد عندنا وراح نكون من الناس اللي مختاريننا في نادي برشلونه يعني بنكون من الاساس ان شاء الله. نعم نتحدث كابتن يعني انه زي ما احنا شايفين بالبروشور انه المشاركين في يعني من الدول العربيه كيف يتم التنسيق بين الفرق؟ المشاركين من الدول العربيه يتم التنسيق معهم بدعوات رسميه انهم يستقدموا عنا يشاركوا عنا واحنا بيجينا دعوات منهم يعني انه بس احنا لاقيين صعوبه في استقطابهم للبلد لانه هاي تكاليف عاليه ولقينا صعوبه من الشركات انها تدعمنا بالشغلات هاي وان شاء الله احنا بدناش وزاره السياحه انها تدعمنا من الناحيه هاي تكون يعني تكون طرف اساسي انه نقدر نستقطب من الدول الاوروبيه منتخبات تشارك معنا في البلد هون. يعني احنا متامل من زميل برهان الحويطات مدير العلاقات العامه ان يكون هناك متابعه بخصوص موضوع الملاحظات ذكرها الكابتن لؤي وتوجيه كتاب لوزاره السياحه. نتامل يكون هناك دعم ايضا من الشركات الخاصه، القطاع الخاص له دور كبير وهذا النادي العريق بالتاكيد له جمهوره. انا بحييك استاذ لؤي حقيقه وحاب اتابع معك يعني بما يخص موضوع اكتشاف المواهب، الان وجدت نقول لاعب مميز تمام لديه من الطاقه لديه من الامكانيات، كيف الحوافز؟ والله احنا اللاعب المميز انا حاليا عندي بحدود ال 15 لاعب مميزين ما شاء الله. انا هذول مستقطبهم على حسابي الخاص حساب نفقتي الخاصه. جميل. وانا حاليا بحاول اني قدر الامكان اني الاقي لهم انه داعم رسمي انه يخليهم يشاركوا ببرشلونه في دول برا انها تشوفهم المواهب الرسميه يعني كانديه كبيره تشوفهم. واحنا ان شاء الله الله يقدرنا على فعل الخير بالتاكيد. نتحدث عن يعني الدور الحكومي الان، كان في مخاطبات بما يخص موضوع بعض الوزارات او الجهات المختصه؟ والله احنا خاطبنا وزاره التربيه والتعليم انه ندخل على المدارس نشوف نستكشف المواهب فيها وما لقينا نتيجه يعني انه نقدر نفوت. وخاطبنا انه حاولنا نصل مكتب سمو الامير علي عشان نقدر انه يوجه لنا دعوه انه تكون المدرسه تحت رعايته الخاصه فعشان نقدر انه نامن اللي هو الدعم من الشركات من الشغلات هاي بس ما قدرنا نصل للنتائج هاي احنا ما قدرنا. احنا نتامل لكم يعني مزيد من النجاحات مزيد من التوفيق. كابتن يعني الان انا بحكم خبرتك الان مستوى الاردن بما يخص موضوع كره القدم، لا اتحدث عن المنتخب ولكن كفرق بشكل عام وكل يوم بطلع نجوم بمجال الرياضه، كيف نقيم وضع الاردن؟ انا والله كل احترامي للمدربين وللاعبين في البلد وانا بشوف يعني في رياضه حلوه وممتازه في البلد عندنا بس لازم يكون اهتمام اكثر بالشباب لانه احنا في البلد هنا
في ناس بتلعب وكثير كويسة بس ما إلها فرصة. ما إلها فرصة بالمرة. يعني أنا في تحت إيدي لاعبين فحصوا بأندية كان رد الأندية عليهم أنهم مش كويسين، بس أنا بنظري وحسب خبرتنا أنه هذولا بيستحقوا أنهم يلعبوا بأوروبا. صحيح. بيستحقوا أنهم يصلوا للمكان اللي هو المناسب لهم. أكيد. بس أنا ما بعرف إحنا الأندية إن شاء الله يكون في ناس تقدر أنها تدعم الطلاب والشباب هاي. ان شاء الله خير. يعني احنا كابتن اللي علينا بنقدر نعمله بنعمله احنا. بالتاكيد احنا بنتامل من ايضا من القطاع الخاص، الشركات الخاصه، ان يكون هناك دعم لهذه الاكاديميه، اكاديميه برشلونه، هذه المدرسه المتخصصه في هذا المجال. حاب اتحول لموضوع اخر كابتن لؤي، يعني منظومه الامن والامان، نعمه الامن والامان هي اللي بتميز البلد عن اي بلد بالعالم. ماذا تعني لك نعمه الامن والامان؟ والله احنا يعني بتيجي انا بدي احكيها من ناحية الامن والامان، يعني كثير اشي ممتاز عندنا. يعني الواحد بكون ماشي بالشارع ومطمن على اهله، مطمن على اولاده، مطمن على بلده، مطمن على كل اشي بيملكه، لانه عندنا الامن والامان اهم اشي عندنا. صحيح. احنا البلد الوحيد اللي بتنام وانت مرتاح. 100%. يعني اقول لك ما شاء الله، يعني جهاز الأمن العام والمخابرات وجهاز الحكومة يعني مش مقصر في الناحية هاي. صحيح. إنه الأمن والأمان أول عن آخر، يعني بأي طريقة، يعني من الهم، يعني زي بنحكيها اللي منشوفه في بلدان برا ما منشوفه هون. الحمد لله. وراح يجي يوم كل إنسان راح يتمنى إنه يحمل الجنسية الأردنية. نعم، احنا نتمنى السلام لجميع الدول العربية، ونتأمل الله يديم نعمة الأمن والأمان. يعني كابتن المسؤولية مشتركة. لو قدر لك كان لك لقاء مع جلالة الملك عبد الله بالصدفة، شو بتحب تحكي لجلالة سيدنا؟ والله أنا يعني اللي أنا بحب أحكي له إياه إنه إني ألاقي دعم إني أوصل المواهب هاي للمكان المناسب. انا بدي اشتغل، يعني انه يعطيني الدافع اني اقدر اشتغل على الحكي هذا، يعطيني الصلاحيات الكامله اني اقدر يوفر لي الشغلات اللي انا اقدر اوصل الطلاب هذول للمكان المناسب. لاوروبا لما يقولوا لاعب من البلد هاي من الاردن بيلعب في نادي برشلونه، هذا شرف كبير للبلد. صحيح. شرف كبير لاهالي البلد هاي. ما هو قبل، هو مش ابن راح يكون ابن اهله، راح ابن الشعب الاردني كله. مظبوط ولا لا؟ يعني فان شاء الله جلاله الملك نصل ونشوفه ونحكي في الموضوع هذا، ويكون دافع لنا وداعم لنا من ناحيه الحكومه، من ناحيه الشركات الداعمه لنا في البلد هون، وان شاء الله خير. يعني احنا ما بنطلب اي شيء، ما راح نطلب اي دعم مادي مالي، ما بدنا احنا يدعموا الشباب وهذول، وبعدين ما بدنا شيء. بالتاكيد كابتن من رؤي هي المسؤوليه مشتركه كما اشرنا. يعني تستمر المسيره بهمه النشامه امثالك. جلاله الملك تحدث، ارفع راسك انت اردني. بالتاكيد همات الاردنيين دائما مرفوعه عاليه بهمه النشامه وهم كثر. استاذ لؤي، بنهايه اللقاء انا بدي منك كلمه لجيل الشباب بالذات، يعني متخصصين مجال الرياضه، بحب الرياضه، شو بتحب توجه لهم رساله؟ والله انا بحب اوجه لهم رساله، كل واحد عنده دافع انه يصير موهبه كرويه في البلد هاي، وما ما يحبط الامل، ما يقول انه ما في امل اني اطلع، ما في امل اني ما اصل، لا، مصيره انه يصل، اذا بيجتهد بيصل. نعم. وما في، يعني احنا بنعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. ونعم بالله. نحدد للسادة المشاهدين كيفية التواصل مع الأكاديمية عبر أرقام الهواتف والعنوان ووسائل التواصل الاجتماعي. احنا يعني موقعنا في طبربور مقابل حلويات النجمة بجانب بنك الإسكان، بمجمع السلام الطابق الثاني مكتب رقم 208. وبالنسبة للأرقام التليفونات اللي بحب يتابعنا على الأرقام التالية اللي هو 079-0993-143، وفي عنا الرقم 0788-082-8684 86 اللي هو 864.
الأرقام تظهر على الشاشة الآن. طبعا الشكر الموصول كابتن لؤي لجميع يعني إدارة هذه الأكاديمية هذه المدرسة، يعني نخص الكابتن يوسف خاطر وشباب كاملين، يعني سواء العلاقات العامة محمد ياسين، المدربين بشكل عام، كل من باسمه. يعني أنا بحييك على حسن الاستقبال والضيافة وهذا الدعم لهذا البرنامج، ونتأمل برفقة الكاميرا أن نقوم بهذه هذه طبعا. والشكر الموصول للأستاذ الكابتن حسن البرايسة بهذه الجولة، نستعرض في هذا الكم من الصور والدروع وجولة داخل الأكاديمية. كلمة أخيرة إذا تفضلت. تفضل. احنا بنشكر قناة جوسات وبنشكر الشعب الأردني وبنشكر الشباب، وإن شاء الله كل إنسان عنده موهبة يكون يتقدم لنا، وإحنا ما راح نقصر مع أي إنسان في البلد إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كابتن لؤي حمد المدير العام لمدرسة أو أكاديمية برشلونة في الأردن، أنا بحييك على حسن الاستقبال مرة ثانية. إحنا بنشكرك وشكرا جزيلا. إذا تكرمت الكاميرا والمايك معك بكلمة أخيرة تفضل. والله أنا بحب أحيي كل الشعب الأردني، وبحيي كل إنسان عنده موهبة في الحياة إنه يقدر يقدمها لو شو ما كانت، وما يتردد، لأنه راح يجي اليوم اللي راح يصل للمكان اللي هو فيه. شكرا جزيلا كابتن. شكرا. أنا الكابتن عيسى حامد من مدرسة برشلونة، بحب أوجه تحية لقناة جوسات بمناسبة عدم تقصيرهم في وجودهم معانا مع مدرسة بيبي جوردن، وأمنيات التوفيق إن شاء الله لمدرسة برشلونة. ومدرسة برشلونة خلال هاي الفترة راح تقدم إشي كثير ممتاز للشارع الأردني، للفئات من سن 16 لسن 17 سنة. وأمنيات التوفيق لمدرسة بي بي جوردن بمشاركتهم في تاريخ 14/8/2016 مع مدرسة برشلونة هناك في إسبانيا. وأمنيات التوفيق لقناة جوسات وعدم تقصيرهم ووجودهم في جميع الأنشطة في الشارع الأردني. طبعا احنا رح ندخل هون وبنتمنى من معالي وزير السياحة والأثار انه يهتم في موضوع استقبال الوفود الرياضية، وخاصة من الدول الأجنبية مثل ألمانيا وألبانيا وغيرها. في عروض كبيرة جاية لمدرسة وأكاديمية برشلونة، نتأمل من هيئة تنشيط السياحة ومن وزارة السياحة انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذا الاهتمام، لانه هذا رافد كبير للسياحة، ودائما مع الوزير ما بيقصر، وان شاء الله الكلمة تكون مسموعة. وشكرا. شكرا لقناة جوسات من مدرسة بي بي جوردن، واهلا وسهلا وشرفتونا في مدرسة برشلونة.